how to write a paper for a scientific journal. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هنكمله في المحاضره الجايه ان شاء الله. طبعا البابليكيشن اوف الارتكل، لو الهدف من البابليكيشن بتاعنا، لو احنا عملنا بابليكيشن في جورنال بير جورنال وريبيتبل ذات سمعه حسنه، ده الهدف، الهدف الاسمى بتاع اي باحث، ان انت تعمل بحث وتنشره في مجله لها رانك عالي، مجله كوارتايل عالي. ده واحنا بنعمل بحث ليه؟ عشان ننشره في مجله زي كده، لان المجلات دي كلها بيبقى ليها القراء بتوعها، فانت بتعمل بتنشر البحث بتاعك على وايد اودينس. طيب طبعا النشر publication بتاع الارتكل provide most effective and permanent means، يعني effective و permanent means ان انت تعمل dissemination، disseminating information بتاعتك على large audience. ده لان انت نشرته في مجلة ايه؟ مجلة reputable، يعني ذات reputation اللي هي عندها سمعة كويسة، و peer reviewed ان بابا ناس كتير بتقراها وناس بتحكمها reviewer ولها editor كويس ولها rank عالي وهكذا. فدي طريقة كويسة، ان طريقة effective و permanent، تمام؟ لان كل الناس بتخش على المجلات اللي هي اللي ذات سمعة عالية وليها رانك عالي تقراها، فانت كده هتعمل ديسيمينيشن انفورميشن بتاعتك تو لارج اودينس. طيب ايه هي الارتكل اليمنتس؟ اول حاجه التايتل، وطبعا العنوان ممكن يبقى تحته اللي هي الاوثر والاوثر افيليشن. بعد كده بيكون الابستراكت، وبعد كده بيبدا بالانترودكشن، وبعد كده الثيوري او الليتريتشر ريفيو. وعموما الانترودكشن والثيوري بتكون مع بعض في جزء ايه؟ في جزء واحد في الارتكل، تمام. عندنا بقى الريسيرش ميثود، تمام، اللي هي الشابتر او الجزء بتاع الماتيريال اند ميثودز. عندنا جزء ثاني اللي هو عنوان اللي هو الهيدن، بقى اللي هو الريزلتس. كل دي كلها هيدن، دي موجوده، تمام. عندنا ديسكشن وبقى هيدن برضه، وبقى في انكلودد الديسكشن بتاعتك العاديه، وهناخد الوقت هنعرف ان في نهايه الديسكشن بيبقى في عندي اللي هي الليميتيشنز، وعندنا الفيرذر ستادي اللي هي ريكومنديشن وكلينيكال امبلمنتيشن. وكل جزء من اجزاء الارتكل عايزين نفرق ما بين ان احنا بنعمل ارتكل او بنعمل ثيزيس او ديزرتيشن. طبعا زي ما خدنا قبل كده الديزرتيشن تتكون من شابترز، زي ما خدناها قبل كده رساله ماجستير رساله دكتوراه تتكون من شابترز، كل حاجه لها شابترز معين، شابتر خاص بالانترودكشن، شابتر خاص بالليتريتشر ريفيو، شابتر الثالث خاص بالماتيريال اند ميثودز، شابتر الرابع خاص بالريزلتس، شابتر الخامس خاص بالديسكشن، وبعد كده الريفرنسز. وطبعا عرفتوا ان في حاجات بنحطها بعد الريفرنسز زي الابندكس او ابنديسز، وفي حاجات ممكن نحطها في اجزاء معينه اللي ما نقدرش نحطه في البيبر ذات نفسها او في الديزرتيشن ذات نفسها في النص، بنحطها ايه؟ بنحطها ورا كابندكس. طبعا الكونكلوجن هنا الجزء ده بيكون بعد الدسكشن على طول، تمام، او بيكون انكلودد في الدسكشن على حسب المجله وعلى حسب المجله الديزاين بتاعها اللي عايزه تحط فيه الارتكل بتاعك. فطبعا الارتكل بتاعك انت بتكتبه بطريقه يونيفرسال، وبعد كده بتعدل فيه اكوردنج تو ذا جورنال. كل جورنال ليه طريقه في الكتابه، لازم انت كاوثر بتحاول تكوب ويذ ذس انستراكشن تو ذا اوثر بتاعت الايه؟ المجله او الجورنال. الارتكل اليمنتس، لو احنا باصين الارتكل اليمنتس ديت هتشوفوها معانا كتير اللي هي امارات. طيب يعني لازم الحاجات دي تكون متوفره في الارتكل كلها. اول حاجه الانترودكشن، الاي خاصه بالانترودكشن، وفي الانترودكشن واي ديد اي دو ذس ريسيرش، الميثودز وات ديد اي دو، يعني انا ايه اللي عملته في البتاع ده، او هاو ديد اي دو، ازاي، الريزلتس وات ديد اي فاوند، يعني اللي انا ايه اللي لقيته في التجربه او في نتائج البحث، الديسكشن بقى وات ديد ذا فايندينج مين، النتائج اللي انا جبتها في شابتر الريزلتس بتعني ايه. وطبعا زي ما هقول لكم هنقول فيما بعد بنحطها في الكونتكست، والكونتكست بتاعت الليتريتشر، يعني بنشوف النتائج بتاعتنا بنجيب من الليتريتشر اذا كان في حد يسبورت الايديا بتاعتنا، او في حد كونتراست مع او ديس اجري وذ اور ريزلتس، ونبدا نعمل ديسكشن ونقول ليه الاختلافات او الديفرنسز
between us and between what found in the literature review.